الاكبر يمكن ما تلحق البيت. الله يعافيك. ما شاء الله هذه وجبة يا رجال. هذا واحد فاضي عطاني كلها تمر وموية. من جدك ما تبغاها؟ والله ما ابغى اخذها لك ابني. وش ابي؟ موية تمر لبن ولد. والله فيها 500. يعني خلاص ما في. اوكي يا اخي ليش ما خليت؟ والله فيها 500. يا لالا تيرالا. كيف حالك بابا؟ وش اسمك؟ تصوم انت؟ طب اعطيني هذا. شاطر. انا عشان اشوف انا اصوم انت ما تصوم. شاطر بتلاقي اجر. شوف هذه 100 ريال واعطيه. ايوه شاطر. يا ابوي ما يجيب عنا رجاله يا ابوي. تستاهل والله لحقت الرجال. طلع طلع ال 500.